قال نائب رئيس حزب مصر بلدي أحمد أبو الفضل إن المجالس المحلية لها دور كبير في عملية التنمية للدولة. أضاف أبو الفضل أن المجالس المحلية تعد الجناح الشعبي للإدارة المحلية. المجالس المحلية لها دور كبير جدا، فإنها تعتبر الجناح الشعبي للإدارة المحلية. تتكون من قيادات يتم انتخابهم وفق القانون، نتمنى أن هو يصدر قريبا، قانون الإدارة المحلية. وهذا العدد من القيادات على مستوى الجمهورية يمثل عدد كبير جدا، مش أقل من 50 قيادة على مستوى المحافظة والمركز والمدينة والقرية. كل دول بيشاركوا في عملية التنمية اللي بتتم على أرض مصر خلال هذه الفترة.